حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا. موضوعنا القادم موضوع غريب نوعا ما، إذ تشكل شخصيته الغريبة وطبيعته المختلفة والمتمردة على العادات والتقاليد غرابة تكمن في ملابسه التي يرتديها وأزيائه التي يستخدمها في حياته اليومية. عن شبيح الشراري نحدثكم. هذه الشخصية طالما شغلت أهالي محافظة طريف، اسمها طريف سوري، أنا حقكم على راسي طريف والله بعرفها، بس يلا طريف أثناء مشاهدتها لأول مرة وطرحت لديهم الكثير من التساؤلات. بكل أحوال المزيد عن شخصية شبيح الشراري في التقرير التالي، من ثم ينضم إلينا ضيفا من الرياض، متابع معنا. البس ما يلبسه الناس وكل ما تشتهي، قاعدة كسرها مواطن في محافظة طريف شمال السعودية من خلال ارتدائه لملابس وأزياء تعتبر غريبة بألوانها وتصاميمها التي جمعت هؤلاء الشبان من حوله والذين حرصوا على التقاط صور السيلفي معه. كاميرا بي سي التقت هذا الستيني بعدما انتشرت صوره ومقاطعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم شبيح الشراري وأزياؤه على كل لسان. أحب أن تظهر نعمة الإنسان عليه، أحب أن تظهر النعمة عليه. أنا بنعمة ولله الحمد، نعمة القناعة، نعمة أعيش يومي، ما خليت بالمملكة العربية السعودية قرية وهجرة إلا جيتها بنظام باعتدال وباتزان ولله الحمد. أخذت زوجتين جمعتن 26 سنة مع بعض، يوم ما تزعلن أو يوم ما تتهوشن أو يوم ما صار بينهن خلاف ولله الحمد. ومن خلال بحثنا في محركات البحث عن شخصية شبيح الشراري، اتضح أن الشراري ليس فقط مهتما بالأزياء والتصاميم، وإنما هو شاعر عاشق أيضا. كتب الكثير من الأشعار في زوجته التي انفصل عنها بعدما فضل الطلاق منها لكي تنجب أطفالا ولو من غيره، وربما يكون لهذا العشق دور في تشكل شخصيته. والله أنا اللي اختارها بنفسي، وبعض الموديلات أقول لك موديلات أنا أصورها وأرسمها على الورق، ما ينفذونها الخياطين، ما يقدرون يطبقونها، صعبة شوي عليهم، علما أن يدفع المبالغ دبل. ورحت الجدة مرة من هنا، الجدة والله عندي الكندرة، أني رحت الجدة 1000 ريال ذهاب 400 1000 ريال تذكرة الطائرة و500 تقريبا الفندق، وهي ب 25 ريال الكندرة. لطالما أشغلت شخصية شبيح الشراري أهالي محافظة طريف شمال السعودية متسائلين عن الظروف التي جعلته يرتدي مثل هذه الأزياء الغريبة. لإم بي سي منصور المزهم طريف. من طريف راح للرياض وبنضم إلينا مباشرة شبيح الشراري صاحب هذه الشخصية المميزة. أولا مساء الخير وحياك الله معنا في MBC في أسبوع. يبدو أن الشمس قوية في الاستوديو، يعني حتى النظارة مش حتورجينا عيونك اليوم. الله يخليك ويعطيك بالعافية إن شاء الله. الله يعافيك. شو سر النظارة؟ نعم، ايش سر النظاره؟ يعني من ما بتشلحها ما بتشيلها نشوف عيونك. والله السر النظاره ما لها سر. انا بدي اقول كلمه، انه الانسان يحترم حريه الاخرين. طبعا اكيد، وانا هذه حريتي، وليس اي مشاكل يوجد عندي يعني بالنسبه هذه حرية اعتبرها حرية مطلقة. جيد. أبو شيخ خليني أسلم، مسيك بالخير أبو ناجح. أبو ناجح يعني عادي الأمور. أبو ناجح مسيك بالخير. هلا بيك. شلونك؟ النور طال عمرك. وش هالزين ما شاء الله. والله بخير أبشرك. وش هالزين؟ والله مو شوف الموضوع، أنا شفت أتابعك من مبطي، من زمان وأنا أتابعك. وأشوف بعض قصيدك اللي طلع بالإنترنت قبل فترة، أنت شاعر أيضاً، قلت قصيدتي ممتازة، بنسمعها منك بعد شوي. بس الناس تسأل، وش السر اللي يخليك تعلق بهالاشياء لدرجه انه الثوب تفصيل الثوب عندنا ب 200 300 ريال، انت تكلفك الثوب الواحد حدود 1000 وزياده، صح ولا لا؟ نعم طال عمرك. وش السر؟ ليش تعلق؟ يعني سر الملابس. سر الملابس. ايه والله سر الملابس، انا شوف هذا من يعني من الطفوله تقريبا.
أنا أحب التميز، أحب التميز واللباس الممتاز. وأنا أنظر يا جماعة الخير أن المسألة حرية شخصية لا تتجانب مع حرية الآخرين، ومع حرية الآخرين أبدا لا تتعارض ولا شيء. صحيح، لكن هذه لكن انت اليوم حضرتك يعني اصبحت يعني مشهور وناس تتساءل يعني. صح، بس انا بسالك سؤال يعني من بين الكلام. لا لحظه لحظه صحيح صحيح لحظه، يعني الحين انت يعني الشكل اللي تظهر فيه طبعا واللبس وكذا زي ما انت قلت حريه شخصيه، لكن السؤال ليش عندك مثلا ختمين، ساعتين، قلمين، نظارتين عم نشوف بالشاشه؟ حتى القلم يعني عندك ليه وزوجتين القلم كذا؟ نعم شو السر يعني خبرنا شوي. الصراحه أحسنت الصراحة أسئلة وجيهة، وبعدين طلع، وبعدين أنا لما أجلس بعض المرات لوحدي وأعمل أشياء والله أني أضحك، والله العظيم أني أضحك. ليش أصلح أشياء غريبة ومستحيلة وغريبة على المجتمع؟ طبعا أنا ما بدي أفسر، أنا ساعتين خاتمين نظارتين. نعم طيب، انا انتم هل نزل فيها شيء انه لازم اليد اليسرى فيها خاتم وساعه؟ لا، اليمين واليسار زي بعض. ازعجوك المعجبين، اذا فيك تحطه بالستايلنت التليفون عشان حتى الجوال احيانا لون الجوال اللي معك، حتى لون الجوال يصير نفس لون الثوب احيانا. هذا الجوال انا عند الجوال مو موجود بعد، شايف؟ ايه الله، مو موجود أحمر. ابدا تحب الاحمر، مستحيل يوجد. تحب اللون الاحمر انت يا ابو ناجي؟ هذا تصدق هذا جاري من امريكا مع السياره الشارجر، ما شاء الله، اللي ماخذه 200 بعد ما وصلت وشريتها، والله جاري بالبريد واصل. تحب اللون الاحمر انت تحديدا؟ صح والله، نفس ابو ناجي. ابو ناجي ليش اللون الاحمر؟ ليش اللون الاحمر؟ ليش اللون الاحمر؟ شكله معاه تليفونين كمان. اقول ليش اللون الاحمر؟ سكر جوالك يا ابو ناجي. والله مسلسل الجوال بس هالعالم هذه. والله اللون الاحمر عندي انا جميع الالوان، شفت لكن اللون الاحمر الان اصبح يعني حلو بوجهه نظر انه زين. هو اللون الاحمر ما يتعارض مع لا الشرع ولا الاسلام ولا حرير، ويعني ممتاز. شف نعم، عطنا قصيد. طيب نعم، ما تعرف الطفيه يا ابو ناجي؟ ما تعرف الطفيه الجوال؟ بلشنا الجوال، بلشنا تقول ليش اطفي؟ ولدي يضحك طفو. حسبي الله عليه، هذا اللي يبغالي اطفي، هذا ازعجني. طيب ابو ناجح يقولون انك تحب تزور الاردن، ويوم رحت الاردن صار لك فيها موقف، تجمعوا عليك الناس ورجال الامن طلعوك من المجمع، وش السالفه؟ والله شوف، نعم انا طالع، مو اريد ان تجمعت عليه، انا لابس لباس شاذ، يعني لابس لباس ربيعي. أيوة. ملفت للنظر، وطلعت انا وصديقي راشد الخمسان. أيوة. بسيارتي وافلش غمرتين غير هذه، ومتزكان. أيوة. كان في عمان مول، في جلسه حلوه برا ربيعيه. أيوة. دخلنا، طلبت عصير انا، وخوه طلب عصير، وراح يتفرج. ما أدرين إلا العالم هجوم تصوير غير طبيعي. هجوم تصوير غير طبيعي. لما وصلت جو رجال الأمن، قال له صلح فوضى زين. فأخرجوني أنا وراشد من المول، قالوا لو سمحتوا طلعوا. طلعنا والله اتقاء للشر، وفعلا أنا لما شفت الوضع والله أني توقعت الخروج. يطلعوا تحب الشهرة يعني؟ والله ما في شيء، والله عملونا معاملات. تحب الشهرة؟ والله معاملة صح عملون. طب ايش تحب في الأردن؟ طيب كمان احكي لنا يعني كيف الزيارة هذه، هاي موقف صار، لكن يعني ما شنو بجوالي وبلمت ما عندي سمعنا. ابو ناجح والله الجوال هذا ما ادري منه، هلا خلنا نطفي، خلنا نطفي لو سمحت. طفوا يلا خلنا نطفي، خلنا نطفي. طيب ابو ناجح اضحك، خلنا نطفي ابو ناجح. لا بضحك انا، طفيه، طفوا يا ابو ناجح، ترى بلشنا والله. يلا والله طفي الحين. طيب ابو ناجح، انت معدد، عندك زوجتين ما شاء الله، صح ولا لا؟ عندي من كل شيء اثنين ما شاء الله. عندي ايش؟ عندك زوجتين ما شاء الله. لا الان لا والله ما عندي زوجتين. وشلون تو بالتقرير انت تقول ما عندي زوجتين؟ لا والله ما عندي. لا اول عندي طلقت
وكنت طيب كنت تقول ما شاء الله جامع بينهم وموفق بينهم وما في مشاكل تصير ابدا. اي والله اي والله الحمد لله. انا اعاملهم معامله الشرع الاسلامي. ايه بعدين انا سويت لهم مؤتمر قلت لهم اسمعوا، احنا اثنين، انت ثنتين وانا واحد، وعيال ما فيه وبنات ما فيه ومشاكل ما فيه. إيه؟ انا ماني جابركن، اللي تبغى تروح لا وترزق الله تجيب عيال وبنات ان الله رزقها تفضل. ولا في عندي اي احراج، انا مستعد اصرف عليها حتى تتزوج ماديا واي يعني شيء. يعني انت واذا المال والبنون زينة الحياه الدنيا، ليش ما تبي عيال يا والله؟ ها ليش ما بدك عيال يعني؟ طبعا المال انا 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 عندي مشكله والحمد لله. آه الله يشفيك. من الله عز وجل، وهذا قضاء وقدر. الله يشفيك. طيب سمعنا شيء من قصيدك. نعم يا ابو نجا، سمعنا شيء من قصيدك. والله القصيده انا بالنسبه للقصيده الغزلي انا تغزلت بوحده الان متزوجه ولا لي علاقه فيها، وانما في الاخ هذا مدير المدرسه الثانويه راشد الخمسان. إيه؟ قال لي نبغى نروح العمان. إيه؟ وتجهزت العمان وانتهيت وجهزت السفر بسيارته هو. أيوة. وجوازي معاه، ياخذ جوازي معاه على اساس ما اسافر مع غيره من الناس. إيه؟ بعدين يا طويل العمر جاني يوم الاربعاء، هو كان ما يبغى يروح، الجو قال فيه غبار، فيه ما ادري ايش، ما ادري يا الشبح ما نبغى نروح. انا توقعت قلت له اسمع يا راشد، الجو له هوا وغبار، عطني جوازي انا ماشي. الطير لنه تضايج طار، يطير ملموم الارياشي، درب الحديثه لنا معبار عجل ترى الراس من داشي، بحدود الاردن يطيب الكار، نجلس على زل وفراشي، وبالليل نشغل المزمار، والرقصة هزة ما هو حاشي، بمعنى أنه مو تحوشي يعني هزة يعني نستانس. ايه. على طول كان نطلع معاي ونطلع العمان. صح لسانك والله، تستاهل درت النشامة. يعني أنا بحب أشكرك لحبك للأردن، يعني أنا بحب أقول لك شكرا عن جد، يعني أنت إنسان رائع وبساطتك هي يمكن أبرز ما يميزك، يعني أمثالك قلائل في هذه الدنيا، الناس البسيطين غير المتصنعين اللي عندهم تصالح مع النفس إلى أبعد حد. حقيقة أنا يعني أحترمك بكل معاني الكلمة والله العظيم، يمكن يعني شوي أنت ضحكتنا لكن فعليا أنا أحترمك بشكل كبير. والله أنا أشكر قناته، أشكر قناة الام بي سي على بحثها الدائم والدؤوب عن الناس والأشياء والتعمق داخلهم ليبثوا ما في أنفسهم من أشياء قد تكون على المجتمع خفية. والله من الأعماق بدون مسبقة وبدون أي تخطيط للجميع اللي يسمعني، إن قناة الام بي سي ما لها علاقة فيما أقول، وإنما أعبر عما يجوش في خاطري اتجاههم. إنها أصبحت منفس لأخبر العالم والناس اللي تعرفني، لأني والله الحمد لله إن شاء الله حسب ما أرى علاقاتي كثيرة مع الناس ومعروف على مستوى الشمال كله، ليس إلا الحمد لله إني من أهل البلد. وأهدي تحياتي وسلامي لصاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، وكما أهدي تحياتي لمحافظ طريف الأستاذ فارس نجر العتيبي، تسلم 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 يا أبو ناجح. أبو ناجح شبيح الشراري صاحب هذه الشخصية المميزة، شكرا جزيلا لك، كان معنا من الرياض. أحسنت الصراحة، أسئلة وجيهة. وبعدين طلع، وبعدين أنا لما أجلس بعض المرات لوحدي وأعمل أشياء والله أني أضحك، والله العظيم أني أضحك. ليش أصلح أشياء غريبة ومستحيلة وغريبة على المجتمع؟ طبعا أنا ما بدي أفسر، أنا ساعتين خاتمين نظارتين. نعم طيب، انا انت هل نزل فيها شيء ان لازم اللي يد اليسرى فيها خاتم وساعه؟ لا،
اليمين واليسار زي بعض. ازعجوك المعجبين، اذا فيك تحطه بالسايلنت التليفون عشان حتى الجوال احيانا لون الجوال اللي معك، حتى لون الجوال يصير نفس لون الثوب احيانا. هذا الجوال، هذا الجوال، هذا انا عند الجوال مو موجود بعد، شايف؟ ايه الله، مو موجود أحمر. ابدا تحب الاحمر، مستحيل يوجد. تحب اللون الاحمر انت يا ابو ناجح؟ هذا تصدد، هذا جاري من امريكا مع السياره الشارجر ما شاء الله، اللي ماخذ 200 بعد ما وصلت وشريته والله جاري بالبريد. بالبريد واصل. تحب اللون الاحمر انت تحديدا؟ صح ولا لا ابو ناجح؟ ابو ناجح ليش اللون الاحمر؟ ليش اللون الاحمر؟ ليش اللون الاحمر؟ شكله معاه تليفونين كمان. قول. اقول ليش اللون الاحمر؟ سكر جوالك يا ابو ناجح. والله مسلسل الجوال بس هالعالم هذه. والله اللون الاحمر في الغزلي، انا تغزلت بوحده الان متزوجه ولا لي علاقه فيها، وانما في الاخ هذا مدير المدرسه الثانويه راشد الخمسان. قال لي نبغى نروح العمان. وجهزت العمان وانتهيت وجهزت السفر بسيارته هو. وجوازي معاه، ياخذ جوازي معاه على اساس ما اسافر مع غيره من الناس. بعدين يا طول عمر جاني يوم الاربعاء، هو كان ما يبغى يروح، الجو قال فيه غبار، فيه مدري ايش، ما ادري يا الشبح، ما نبغى نروح. انا توقعت اديت اسمه يا راشد، الجو له هوا وغبار، عطني جوازي انا ماشي. الطير لنه تضايج طار، يطير ملموم ولا رياشي. درب الحديثة لنا معبار، معبار عجل ترى الراس من داشي، بحدود الاردن يطيب الكار، نجلس على زل وفراشي، وبالليل نشغل المزمار، والرقصة هزة ما هو حاشي، بمعنى نموت حوشي يعني هزة يعني نستانس. ايه. على طول كان اطلع معي ونطلع العمان. صح لسانك والله، تستاهل جبت النشامة. يعني انا بحب اشكرك لحبك للاردن، يعني انا بحب اقول لك شكرا عن جد، يعني انت انسان رائع وبساطتك هي يمكن ابرز ما يميزك. يعني سمعينا موضوعنا القادم موضوع غريب نوعا ما، إذ تشكل شخصيته الغريبة وطبيعته المختلفة والمتمردة على العادات والتقاليد غرابة تكمن في ملابسه التي يرتديها وأزيائه التي يستخدمها في حياته اليومية. عن شبيح الشراري نحدثكم. هذه الشخصية طالما شغلت أهالي محافظة طريف، اسمها طريف سوري، أنا حقكم على راسي طريف والله بعرفها، بس يلا طريف أثناء مشاهدتها لأول مرة وطرحت لديهم الكثير من التساؤلات. بكل أحوال المزيد عن شخصية شبيح الشراري في التقرير التالي، من ثم ينضم إلينا ضيفا من الرياض، متابع معنا. البس ما يلبسه الناس وكل ما تشتهي، قاعدة كسرها مواطن في محافظة طريف شمال السعودية من خلال ارتدائه لملابس وأزياء تعتبر غريبة بألوانها وتصاميمها التي جمعت هؤلاء الشبان من حوله والذين حرصوا على التقاط صور السيلفي معه. كاميرا بي سي التقت هذا الستيني بعدما انتشرت صوره ومقاطعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم شبيح الشراري وأزياؤه. أي مشاكل يوجد عندي يعني بالنسبة هذه حرية، اعتبرها حرية مطلقة. جيد. شيخ خليني أسلم، مسيك بالخير يا أبو ناجح. أبو ناجح يعني عادي الأمور. أبو ناجح مسيك بالخير. هلا بيك. شلونك؟ وش هالزين ما شاء الله؟ والله بخير أبشرك. وش هالزين؟ والله مو الموضوع، أنا شفت أتابعك من مبطي من زمان وأنا أتابعك. واشوف بعض قصيدك اللي نعم. طلع بالانترنت قبل فتره، انت شاعر ايضا، قلت قصيده بنسمعها منك بعد شوي، بس الناس تسال وش السر اللي يخليك تعلق بهالاشياء لدرجه انه الثوب تفصيل الثوب عندنا ب 200 300 ريال، انت تكلفك الثوب الواحد حدود 1000 وزياده، صح ولا لا؟ نعم طال عمرك. وش السر؟ ليش تعلق؟ يعني سر الملابس. سر الملابس. ايه والله سر الملابس، انا شوف هذا من يعني من الطفولة تقريبا، أنا أحب التميز، أحب التميز واللباس الممتاز،
وانا انظر يا جماعه الخير ان المساله حريه شخصيه لا تتجانب مع حريه الاخرين، ومع حريه الاخرين ابدا لا تتعارض ولا شيء. صحيح، لكن هذه لكن انت اليوم حضرتك يعني اصبحت يعني مشهور وناس تتساءل يعني. صح، بس انا بسالك سؤال يعني من بين الكلام. لا لحظه لحظه صحيح صحيح لحظه، يعني الحين انت يعني الشكل اللي تظهر فيه طبعا واللبس وكذا زي ما انت قلت حريه شخصيه، لكن وبعض الموديلات اقول لك موديلات انا اصورها وارسمها على الورق ما ينفذونها الخياطين، ما يقدرون يطبقونها، صعبه شوي عليهم علما ان يدفع المبالغ دبل. ورحت الجدة مرة من هنا الجدة، والله عندي الكندرة اني رحت الجدة 1000 ريال ذهاب 400 1000 ريال تذكرة للطائرة و500 تقريبا الفندق، وهي ب 25 ريال الكندرة. لطالما أشغلت شخصية شبيح الشراري أهالي محافظة طريف شمال السعودية متسائلين عن الظروف التي جعلته يرتدي مثل هذه الأزياء الغريبة. لإم بي سي منصور المزهم طريف. من طريف راح للرياض وبنضم إلينا مباشرة شبيح الشراري صاحب هذه الشخصية المميزة. أولا مساء الخير وحياك الله معنا في إم بي سي في أسبوع. يبدو أن الشمس قوية في الاستوديو، يعني حتى النظارة مش حتورجينا عيونك اليوم. الله يخليك ويعطيك بالعافية إن شاء الله. الله يعافيك. شو سر النظارة؟ ما نعم؟ إيش سر النظارة يعني من ما بتشلحها ما بتشيلها نشوف عيونك؟ والله النظارة ما لها سر. أنا بدي أقول كلمة، إنه الإنسان يحترم حرية الآخرين. طبعا أكيد. وانا هذه حر ابو ناجح. والله الجوال هذا ما ادري منه. هلا خلنا نطفي لو سمحت. طفوا يلا خلنا نطفي طيب ابو ناجح اضحك. خلنا نطفي ابو ناجح. لا بضحك انا. طفي طفوا يا ابو ناجح ترى بلشنا والله. يلا والله اطفي يلا. طيب ابو ناجح انت معدد عندك زوجتين ما شاء الله صح ولا لا؟ عندي كل شيء اثنين ما شاء الله. عندي ايش؟ عندك زوجتين ما شاء الله. لا الآن لا والله ما عندي زوجتي. وشون تو بالتقرير أنت تقول ما عندي زوجتي؟ لا والله ما عندي. لا أول عندي وطلق ثمنه. وكنت طيب كنت تقول ما شاء الله جامع بينهم وموفق بينهم وما في مشاكل تصير أبدا. التقرير ما له معمول الأسبوع. إي والله الحمد لله أنا أعملهم معاملة الشرع الإسلامي. إيه. بعدين أنا سويت لهم مؤتمر قلت لهم اسمعوا حنا اثنين انت ثنتين وانا واحد وعيال ما فيه وبنات ما فيه ومشاكل ما فيه. إيه؟ انا ماني جابركن اللي تبغى تروح لا وترزق الله تجيب عيال وبنات ان الله رزقها تفضل ولا في عندي اي احراج. انا مستعد اصرف عليها حتى تتزوج ماديا واي يعني شيء. يعني انت واذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا ليش ما تبي عيال يا والله ها؟ ليش ما بدك عيال يعني؟ طبعا المال انا 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 عندي كل شيء اثنين ما شاء الله. عندي ايش؟ عندك زوجتين ما شاء الله. لا الان لا والله ما عندي زوجتين. وشون تو بالتقرير انت تقول ما عندي زوجتين؟ لا والله ما عندي. لا اول عندي وطلق ثمنه. وكنت طيب كنت تقول ما شاء الله جامع بينهم وموفق بينهم وما في مشاكل تصير ابدا. ما له معمول الاسبوع. اي والله الحمد لله انا اعملهم معامله الشرع الاسلامي. إيه؟ بعدين انا سويت لهم مؤتمر قلت لهم اسمعوا حنا اثنين انت ثنتين وانا واحد وعيال ما فيه وبنات ما فيه ومشاكل ما فيه. إيه؟ انا ماني جابركن اللي تبغى تروح لا وترزق الله تجيب عيال وبنات ان الله رزقها تفضل ولا في عندي اي احراج. انا مستعد اصرف عليها حتى تتزوج ماديا واي شيء. يعني انت واذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا ليش ما تبي عيال يا والله ها؟ ليش ما بدك عيال يعني؟ طبعا المال انا 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 عندي مشكله والحمد لله. الله يشفيك من الله عز وجل وهذا قضاء وقدر. الله يشفيك. طيب سمعنا شيء من قصيدك يا ابو ناجح. سمعنا شيء من قصيدك. والله القصيده انا بالنسبه للقصيده الغزلي انا تغزلت بوحده الان متزوجه ولا لي علاقه فيها، وانما في الاخ هذا